سيف سبيع يدخل الموسم الرمضاني بمال الأبان والعربجي. نعم ايه، والسنة عندي صائبت انه يعني كان مفترض مال الأبان السنة الماضية ينزل، بس تأخرنا شوي لخلصنا فندفش شوي. فالحمد لله السنة يعني في مسلسلين انا بحس انه هنن مسلسلين كتير مناح، مشغولين بعناية شديدة ومن نوعين مختلفين كتير، وهذا الشيء اللي رح يحسوه العالم. يعني مسلسل اجتماعي معاصر كتير بحته، مسلسل تاريخي فانتازيا مختلف تماما عنه. فانتازيا عالية جدا بالعربجي هالسنة. تماما أنا معلي الدوز أكتر من السنة الماضية. السنة الماضية حاولت هربه من فكرة البيئة الشامية للعربجي، السنة لسه مكترة أكتر القصة مشان نطلع نحن من هاي الحالة ونقدم نوع مختلف لهذا النوع من الأعمال، يعني رؤية مختلفة العالم تقدر تشتغل فيه. وعن الظروف اللي واجهته خلال تصوير مسلسل العربجي. شوف، ما في مسلسل ما في ظروف صعبة، كل المسلسلات فيها ظروف صعبة، بس بالنهاية نحن بنتغلب عليها ونصل للنتيجة اللي بدنا إياها. باسم ياخور هالسنة حيكسر الدنيا بالعربجي. وحش باسم ياخور، وحش باسم من الناس اللي بحبها كتير أنا. الشخصية يمكن هي خيالية، بتحس إنه هيك بتشوف كله مسلسل خيالي. نحن أنا عم بقول بكل حلقة هذه الحكاية لم تحدث في أي زمان ومكان، ولكنها قد تحدث في أي زمان ومكان. أما مال الأبان يلي بيقدم فيه سيف سبيعي حالة مختلفة عن العربجي. طبعا بقى حالة مختلفة تماما، نحن عم نحكي على شيء معاصر، على شيء آني، على وجع الناس عم تعيشه هلأ كل يوم بسوريا. فبظن أنه رح يلامس ناس كتير، وخاصة بالمنطقة اللي حوالينا، سوريا والأردن والعراق وفلسطين ولبنان. وبعد الجدل يلي أثاره عبر تصريحه الأخير عن مشاهير التواصل الاجتماعي والردود السلبية يلي حصل عليها، معلش يهاجموني معلش يهاجموني، ايه عم بتلقى هجوم وعم بيصلوني احيانا، هيك بيبعتولي ناس احيانا صور، فايه ما عندي مشكلة. انا لا والله مو قصة اغرب، يعني في ناس بتحس حست انه الكلام مسا لها بشكل شخصي، يمكن قامت اتضايقت كتير فأنا بحس أنه أنا كنت عم بحكي بشكل عام. أكيد مو كل اللي بيقدم محتوى تافه، يعني أكيد في محتوى مهم بالنهاية، بس أنا عم نحكي على الغالبية بشكل عام. كنت وقت حكيت على هذا الموضوع. وسيف كشف لنا بأنه التيك توك هو خياره القادم. والله عم جرب أرجع فوت على التيك توك هلأ، أعمل بودكاست وشغل هالعالم مثل ما طالما هو سلاحه موجود فخليني اعتمده، فيني اعتمده كمان. ما بيعتمدوه بعض الفنانين ولا حيكون في؟ لا اكيد طبعا بطريقه مختلفه، بس هو طالما بلاتفورم موجود وفي هذا الكم الهائل من الاودينس اللي موجود اللي بيتابعك اللي بيشوفك، فهو فكره انك انت فعلا والله تبلش تحاكيهم وتبلش تحكي معهم وتشوف شو ممكن يعمل هذا الشيء. ما بعرف لسه شو هدف معناته، بس ايه بس لسه عم فكر بالموضوع، يعني الموضوع عم يدور بذهني الحقيقه. الأجواء رمضانية غيرها كيفها؟ عم تتابع مسلسلاتك ولا ما بتحضر بالعادة الأعمال؟ مسلسلاتي هلكت من كتر ما تابعتها بين المونتاج والمكساج والفايل، فبدي أشوف مسلسلات تانية إذا قدرت هالسنة. السنة عندي فرصة أني أنا ما عندي شغل، يعني مالي مخلص متأخر، أنا مخلص على بكير، فعندي وقت أني أتفرج، فبظن أني راح أتفرج على شغل الآخرين يعني كله.